هم بالترتيبات اللازمة لعقد زواجنا. سأخبرك في البرقية التالية موعد الوصول. وبعدين؟ تركب المركب وتيجي. كل السكة دي لوحدي؟ دي السكة اللي ضروري تمشيها لوحدك. طب افرض ان البحر كان هايج والموج عالي. عشان نوصل للبر ضروري نواجه الموج والبحر. وعلى البر الاقي ايه؟ قهوة مدلوقة؟ ما تضيعش وقتك، انا ما فيش فايدة منك.